عندي شغل احكي بسرعة. علي انت هلا عندك شغلة واحدة، هي تخلص حالك من ايدين رامز. وين الولد؟ وينه مجد؟ حكيت مع الخال. الدرس الأول، كل مجرم بيحمل ذنبه معه وين ما راح. وصالة القمار فيك تعتبرها الوكر تبعهم، إذا في شي مخبينه فبيكونوا مخبينه هنيك. شو لازم أعمل؟ يعني واجهه هيك فجأة؟ لا مو فجأة، لازم تستفزه، خليه عصب منك، بعدين بدك تخليه ناخ بين إيديك. تقدر تساويها؟ إذا الدليل هنيك وإذا ضربت عينك عليه راح بتشوفه. وتركوا وراهم دليل، وهالدليل يثبت إنه هنن يلي عاملينه ومخبيين هالدليل بشي محل. دبرت لقاء بينك أنت ورامز. يا عيني، بغمضوا لي عيوني لحتى ما أهرب وهو عم يدبحني؟ ما في داعي تغمض، أساساً أنت أعمى. بالله لا، شو شايفني حمار لأوقع بهالفخ؟ مستحيل مستحيل، وين راح هذا الولد؟ السيد إزالي بيبقى هون. علي، عشو بدك تدور؟ ها؟ على خزنة، عخزنة شي يكون له قفل وأرقام. أرقام بيعرفها علي وبس. وشلون بدك تعرف هالأرقام؟ بدي فكر مثل علي. طيب وشلون علاقة علي بالأرقام؟ شو رأيك؟ لازم يكون رقم معروف كتير، تاريخ ميلاده أو رقم موبايله، يعني شي تاريخ مهم، تاريخ الجريمة. أول وآخر عمل منيح من عمك سردار، تفرج عليه. أنت هلأ نزلت هون على البر يا ابني، نجاح بالامتحان، وإمتى ما بدك تعال عندي وركب معي. يعني يكون محل أخي. إيه محل أخوك، يلا الله معك. تعالوا. اطلع معلم يلا بسرعة. معلم
معلم ركب تاكسي وهرب. ايه هرب. بأمرك رح نلحق دغري. يلا. الو ايزيل، وينك انت؟ لقيت شغلة مهمة. وقف، وين رايح؟ قلت لك ما تعمل شي لحالك. تأخرت كثير على هالشي، آسف، ما عاد فيني اتراجع. اخي شوف كيف بلعب، دربت كثير منيح، بدي اغلبهم كلهم، واذا بيقدروا لا يدخلون الفريق. عمر، حبيبي قرب نحكي كلمتين. بس انا لازم اتدرب بقي ساعتين. تعال. مجد، أحياناً الحياة ما بتكون دايماً صح، أحياناً بتشتغل كتير وبيكون حقك، بس الناس مو دايماً مناح، في كتير سيئين ومرات ما بيعطوك اللي بتستاهله. شو ما عملت يعني ما رح يدخلوني الفريق، ما هيك؟ لا، ما رح يدخلوك. شو ما عملت ما رح يدخلوك، كيف ما لعبت ما رح يدخلوك. سمعتني شو قلت لك؟ ايه سمعت. خلينا نشوف شو بيصير بعدين. ما رح تروح لهنيك، ما رح اسمح يستهينوا بأخي، فهمت؟ منشوف. مجد، اسمع الكلمة، ما حيدخلوك. قلت لك منشوف. مجد، كل الحق علينا، ما سيطرنا على أعصابنا، حقك علي. إذا ما رحت على اختبار رح يفكروني خفت، بدي روحوا فرجيون مين أنا. لا تخاف، رح كون قد حالي، بوعدك ما رح تخانق معهم. عم قلك ما رح يدخلوك. خلينا نشوف. ما رد عليك، ما هيك؟ شو رأيك؟ البراءة مو غلطة لازم نصلحها. البراءة ما نضعف، البراءة هي اللي بتخليك تمسك خط الحياة الحقيقي وما تخليك تتركه. وقف، وقف على اليمين. شو ما بدنا نلاحقه؟ ليش؟ سليم، لما بتمسكه بتفتشه، وإذا بتشكه بأي غرض معه بتاخدوه على محل مقطوع، تستنوا تليفوني. اوعك، اوعك تليفون. لف من هون على اليمين، يلا بسرعة، يلا يلا. وقف، طفي السيارة. شوفي شو عم يصير. يسلموا ايديك معلم.
بس مرات في خطوة واحدة بتخطيها على العتم بتقوم بتخليك تنسى البراءة وراك.